And therefore, I want to take this opportunity to reaffirm our position. The ANC. أغتنم هذه الفرصة للتأكيد مرة أخرى أن المؤتمر الوطني الإفريقي يندد بالعرقلة المغربية لمساعي السلام بالمنطقة ويدعم جهود الأمم المتحدة لإعادة بعث المفاوضات بين الأطراف. فرنسا، جسدي ما تنادين به. يا صناع القرار بفرنسا، لأنكم عضو دائم بمجلس الأمن، هذه الصفة تلزمكم أن تكونوا قدوة في احترام القانون الدولي. يتعين علينا السعي الدائم لاستقلال الشعب الصحراوي، فنحن نطالب بتحرير المعتقلين الصحراويين، ولا نقبل بانتهاكات حقوق الإنسان هناك، وينبغي ألا نقول أن الأراضي الصحراوية هي مغربية. Pour que la juste cause du peuple sahraoui puisse aboutir à ce que enfin la communauté internationale. سنواصل النضال حتى تحظى القضية الصحراوية العادلة باعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره غير القابل للمساومة. نحن نعلم أن قضية تقرير المصير حق إنساني وهو حتمي وسيتحقق، وأنا أقول لكم الحرية للصحراء، الحرية للصحراء، الحرية للصحراء.